ونقول مساكم الله بالخير والنور والسرور، جايين نمر على الكفاح على المثابرة. شوف 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 يقفل محل، لو ان الدنيا امان. هي نعم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. داير راسي، داير راسي. من التعب، من الشغل. ها وين رايح بعد؟ ها هذا مكتب اخونا سعيد الشيدي، مركز سند للخدمات، موقعه في الحيل الشماليه، مر على الشارع العام. الله حي، الله حيه. مرحبا مرحبا. يقول المهلي ما يولي. اي والله المهلي ما يولي، ما يولي. وش يعني المهلي ما يولي عزوز؟ كيف الحال؟ وش يعني المهلي ما يولي؟ المهلي ما يولي يعني المهلي ما يولي، المهلي ما يولي، ما يرجع يعني، ما يولي. اي نعم يعني المهلي ما يرجع. هي المهلي ما يولي صح. شرحوا لنا انتو. عاد اروح ابع روح اغلقه كافخت روح اغلقه. حياك. كيف الحال؟ الله يعافيك. كيف الامور؟ طيب، طيبين الحمد لله. الله يسلمك. الله يعافيك. اشتريت شيء؟ كانك موسم السخانات الحين يقولوا، يعني موسم السخانات. ايه 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 تبديل سخانات. الله ما اشوفها سخانات، شوفنا لابقين اربعة. تصدق انا سكنت مرة في مكان ابو عزوز سنتين كاملات اخترب عليه السخان. لما يا العامل يبدل السخان اكتشف انه ما في ارت. اوه خطير. تخيل، تعرفوا الارت؟ الارت اللي هو اذا صار شوط يضرب المجمع، يعني تقفل الكهرباء. سبحان الله. السخان كان ما في ارت. فانتبهوا يا اخوان، اخطر شيء هذا الحين. سنتين مرن علي انا ساكن في احد الاماكن بدون ارت. الحمد لله ان ما عندك اطفال انت بعد. الله يسهل.